صباح الخير. نحن والسرور. كيف حالك؟ حياك الله. كيف صحتك؟ نشكر الله. كيف السوق اليوم؟ السوق والله الحمد لله متحرك. أشوف كأنك قطيت. الحمد لله. مشينا حالنا. عرفنا باسمك بس. اسمي ناصر بن عبد الله بن محمد الخروصي. والنعم والنعم. حياك الله. كيف السوق اليوم؟ السوق الحمد لله. نزل ما شاء الله نشيطة على طول. نزل نشيطة لكن بس المشكلة لأنه السوق عنده الخميس والجمعة. أكثر شيء الخميس والجمعة. الحركة الخميس والجمعة. والأيام العادية ما تناديو؟ تشوف يعني أشياء عادية يعني. زين احنا من باك تكلمنا عن المناداة من زمان تنادي أنت؟ تقريبا كذاك نعم. يوم كم سنة؟ والله من طلعت من الطفولة. من يوم صغير؟ نعم. ما شاء الله. نعم. خلي ما بعته. جايب لك جزء. خلي يروح. ولا هذا؟ خلي زين يروح. ماشي ماشي. هاون زين مخمنه. حياكم. تفضل. اشتريت؟ اشتريت؟ اشتريت نعم. هي. 800 بس. ما غالي شوية؟ قسم هذا مقسم. نعم تفضل. زين. بس نباك تدورنا في السوق شوية كان تعرف يكون على المناداة أولها وتاليها. إيش البضاعة اللي تهبط هنا؟ بضاعة والله من هنا هذا الأيام أكثر شيء كما تقول الثوم والسعتر والأنبة والشمام والقح والبصل أكثر شيء هذا. هذا هنا الخضار والفواكه. خضار الفواكه. والأشياء. والخيار والجزر هذا اللي تنزل يعني في السوق. إيش البضاعات الثانية اللي ينادى عليها المواشي والأشياء هذه؟ المواشي أكثر شيء اللي عندنا الخميس والجمعة أكثر شيء. هذا وايش يعني كلها منتوجات البلد هذه المواشي؟ المواشي لا ما كلها المواشي لا. هذا الحين الحين قاموا يعني يجيبوا يعني من الخارج لكن اكثر شيء منتوجات البلد. اما هذا بتحصلوا هنا كله منتوجات البلد. بايعنا كانك شايب كانك مبايعنا. اي مبايعنا. اي نعم. زين كيف تتم المناداة يعني من اول ما الشخص يحضر البضاعة؟ نعم. ايش الاتفاق اللي يتم بينك وبينه؟ الشخص لما يوصل بيسلمها للدلال، عاد الدلال يتصرف فيها اذا هو ما موجود يقول انا بيع لي وانا رايح عندك، عاد الدلال يسجلها عنده كم بكم بيع ويتحاسب فيما بعد. الدلال ما له هو اللي ينادي؟ لا هو الدلال، هو الدلال ترى بينادي. الدلال هو بينادي وصاحب المال اللي قبل البضاعة. نعم. والشاري ترى معروف الشاري. نعم نعم. زين تمشى شوية في السوق أكثر. ليش الناس تفضل تتشرى من المناداة ما من الدكاكين؟ هو الأكثر شيء ترى الناس يحبون لأنه منتجات محلية. إنزين وبعدين يشوف يعني لأنه يعني فرق بين بتشتري من هنا مثلا بريال بريالين من هناك بتأخذوا مثلا بريال المنتوجات المحليات في المنادى. زين واذا كان مثلا خضيت يعني من السيارات هذا بيكون سعره غير اذا مسرت لانه هذا كله منتوجات محليه. زين ماشي مستورد الا اذا كان اللهم شو اسمه هذا البطاطس يعني هذا او الموز هذه وارد من برا. وارد من برا او البرتقال الا الاشياء الثانيه هذه كلها منتوجات محليه. نعم. زين العاده المناداة ما تستوي بالجمله يعني مثلا شخص نزل بضاعة كبيرة شحنة سيارة. نعم. وباغي يصرفها ما مفروض تنادي على الشحنة كاملة؟ هو عاد على اختيار يعني اختيار صاحب الحلال صاحب السيارة. هو بغي يعني يبيع بالجملة بيبيع بالجملة، بغي يبيع بالحبة بيقول حال الدلال بيع لي بالحبة أو بالصندوق أو بالأشياء هذه. أنا شفت وأنت تنادي على البصلة ظني. أيوة. كأنك وصلت 900. نعم. لكن كان راعي المال كان ما راضي غير بريال. بريال نعم. هل يحدد لك السعر مسبقا يعني وهو مثلا جايب مثل جواني بصل هو مثلاً. كما تقول هذاك شاري صاحب البصل هذاك شارنا قبل بقيمة غير فأراد يبيعه مرة ثانية علشان يأخذ ربحه في نفس الموقع. في نفس الموقع قبل لا يشتل من هنا هو قبل زابن على الشرية. قبل زابن على الشرية وتركه هو ساعي يدور نصيبه فنادى عليه مرة ثانية علشان يأخذ نصيبه. نعم. شاف ما خلصوه تركه. نعم. هذا
هذا السوق يودي لوين؟ السوق القديم هناك؟ سوق مال الحيوان، الأغنام والبقيع والأبقار. شيء تستمنى ده هناك؟ تمنى اليوم نادى بشتي إذا شيء موجود يعني. إحنا شفنا السيارات واصلة من الغبشة. موجودة السيارات. ريال أربعة ريال أربعة ريال أربعة ريال أربعة ريال أربعة. 29 29 29 29 29 29 سبعة 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 سبعة. كم عليك؟ السلام عليكم. كيف حالك حج؟ خير. أولاد بخير. كيف صحتك؟ نعم بخير. إيش معدل؟ بخير. كيف السوق؟ الحمد لله الحمد لله. من هين متشري البضاعة هذه؟ البضاعة من هنا. من المنادى؟ من المنادى. وأنت يعني هذه تجارتك اليومية؟ أبيع بالريزة هذه يومية يعني. تشتري بالجملة وتبيع بالريزة بالمفرد؟ يعني نعم صحيح. نعم. إيه هذا بيع وشراي. وكيف السوق؟ سوق زين الحمد لله. الحمد لله. تفضل تشتري من المنادى؟ من المنادى نأخذه. ليش تفضل من المنادى ما تشتري من تجار الجملة اللي يكونوا عندهم مثل سوق الموالح وهذا؟ لا ما نسير هناك بس تجارة إحنا يعني ما معنى إحنا بس نأخذ ميديهم ونبيع نأخذ بالجملة ونبيع بالريزة. التجارة محلية يعني. محلية. البضاعة محلية. حصل نصيبنا. الحمد لله. زين الكبابة بكم ذي؟ هذا اليوم بريال وهذاك بريال قدر. وهذا كل الكدس بريال؟ لا هي هذا كامل. الواحد ريال يعني كله. لو بالفلفل؟ في 200 بس. الفلفل رخيص. ولا خيار ب 400. الخيار ب 4. 4 هي 4. خيار البلاد هذا من منا؟ البلاد من تنوف. من تنوف. من تنوف. 52 ريال. هذا سوق المواشي ها؟ نوبة هنا المنادى للخميس الجمعة؟ الخميس الجمعة هو بعض الوقات يجي لكن أكثر شيء الخميس الجمعة. أكثر شيء الخميس الجمعة لكن بعد الجمعة أنشط عن الخميس يعني. تختلف منادات الهوش عن منادات البضائع الثانية وكذا؟ إيش قصدك؟ يعني في الطريقة في العرض أشوف يداوروه هنا على الحلقة هذه. هذه صح يداوروا بهن بالأسلحة مثل والسلاح يداوروا به لكن البضاعة هذه يعني هم واقفين. البضاعة اللي يستوي يداوروا بها يكون الدلال يداوروا بها ترى حاجة ثقيلة بدون ما يقدر يشيل الدلال يعني ثابت مكانها والأغنام هذه والثانية الحاجة هذه الثانية يداوروا بها. كم؟ 26 ريال. 27 الشباب ما شاء الله نوبة شغالين في المنادى. هذا بعضهم عندهم دوام الخميس والجمعة يشتغلوها يكون يشاركوا هنا. ما شاء الله هبشة يعني شيء أنا أشوف ثروة زينة تجاب يعني. هي موجودة بس أنا على ما قلت لك يعني الحركة تكون الجمعة أكثر يعني. إيه. هي موجودة وبعدين لأن اللي فيها الحمام موجودات اليوم. هذا كله معظمه مال الطعام. مال التربية. يعني اللي ينزلن السوق الهدف إنه حل لحم. محل لحم. لا بعضهم يطلبوا حل لحم وبعض منهم يطلبوا يعني حل تربية. يعني اللي باغي يتشرى لمزرعته للزريبة كذا في التربية يشتري لمجموعة ويتاجر فيهن مرة يجيب السوق يجيبين ومرة يعني مرة يشتري ومرة يبيع. ونوبة ينادى عليهن واحدة واحدة. ينادى عليهن واحدة واحدة. إذا كان عندها ولد تكون مع ولدها يعني مع بعض. أشوف الصغار واجد نوبة قداية وصخال. في ناس يعني يأخذون حل تربية. يأخذون حل تربية حل مزارع وحل مثلا حل بيوت. وحل حسب هذا يعني. زين نرجع على أول زمان. كيف كانوا يهبطوا البضاعة؟ من وين تجاب قبل لا تكون حتى السيارات وكذا؟ لا أقول لك كانوا يجيبوهن من بعضهم أكثر شيء من قبل الأخضر. من الجبل يجوا عن طريق كمل يعني يجوا على لما يمشوا يحوشون قدامهم هم جايين رعيان ايوه هم جايين يجوا قبل الايام بيومين ثلاث ويوزعوهن على حد اللي يمر ينادى عليهم. هاي كانها الحرمه كانها من الباديه جايه. ايوه السلام عليكم. كيف حالكم؟ طيب بخير الحمد لله. خير عدنا عيب بطسوق عبطنا. نعم
بعت شريت؟ انا وشرينا الحمد لله والسوق تمام. خالك كيف حالك؟ خير الحمد لله. خير؟ اه شباتك؟ نعم. شي جايبه شي مهبط السوق؟ آه الحمد لله. ايش جايبه معك؟ مهبط غنم. غنم؟ كيف السوق تشوفيه؟ الحمد لله السوق طيب. الله يطول عمر قابوس. امين. من زمان هذا شغلكم؟ من زمان من هالني وهالهالني. طول عمركم تهبطون السوق؟ طول عمرنا. يوم انا باشا نهبط السوق. يوم انا باشا قعدنا في بيوتنا. زين قلت لي زمان اول يعني الناس تهبط كذا رعياني يهبطوا السوق. رعياني يجيبون من الجبل من رشتاق من بنسيت من هاط من حلحل من الزلمه زين من يجيبون من الشرقيه هذا مرعات الجبل. البدو يجيبوهن من بحر الحدري يجيبون من هيمة يجيبون من هذه المناطق زين يجيبون من هذا ايش اسمها من سناو يعني هذا على هذا. الحين احنا نلاحظ مثل السمك ينزل على برادات اول مشي برادات والله اول ما خبرتك يجيبون على حمير وعلى 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 ركاب لكن ما يضيع الصيد؟ لا ترى اقول لك ما يجيبوه طازج يجيبوه مملوح ومشواي وهذا مثل السهوة والقيدر وهذا يعني الاشياء الثانية يشقوه مناصف ويملحوه ويجيبوه مملوح والكنعد يجيبوه مملوح ويجيبوه عاد على 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 ركاب ويبتاع عاد هنا مملوح ماشي يجي طازج. بعده يجاب المشوي والمالح يجاب بعده؟ هنا في السوق في هذا الوقت عاد يوحدهم القصاصيب يشويوا هنا القصاصيب عاد يشويوا حيلهم ما يجاب يجاب طازج ويشويوا عاد في بيوتهم وحدهم وينزلوا السوق عاد يبيعوا بالكيلو الكيلو ب 4 ريال المشوي هذا الكنعد القيزر والسهوة أربعة أربعة وخمسين ريال أربعة ثمانية وخمسين زبغيت أسألك شاب ناصر أيضا يعني من هم الأطراف الرئيسية في أي منادى يعني حد البايع وحد الشاري والدلال من بعد من قصدك يعني الأطراف اللي مشتركة في عملية المناداة عملية المناداة هنا اللي موجودين ذا الحين عندنا عندك سالم بن عامر لا ما أقصد الناس من هم نعم حد ينادي نعم وحد راعي المال صح وحد شاري نعم ومن بعد حد كاتب الكاتب ماشي لحد الحين توقف كانت اول البلديه تأجر السوق انزين وانت تجيب يعني تنادى عليه على السوق على اسمه يعني مال الاشجار وحده انزين مال الاغنام وحده انا باخذ مثلا مال الاغنام عندي دفتر واخليه موجود عند الدفتر موجود يجي الدلال يقول لك بيع اكتب الشارع فلان بن فلان لقيمه كذا كذا انا شفت بعد يعني في ناس تكتب تو في السوق حاليا ماشي لذلك يكتب بس يمكن دلال والكاتب هذا يكون حد معين لنا يعني الكاتب هذا من هو اصله من طرف هذا كل السوق تابع البلديه بلديه نزوه بلديه نزوه هي اللي تأجر السوق شاب ناصر نعم. هذا تو يتبع البلديه نعم من سنين يتبع من بيت المال من سنين كان يتبع بيت المال نعم والناس اللي يشتغلوا في السوق نعم كلهم يتبعوا بيت المال اللي يشتغل في السوق يعني معينينهم بيت المال مشغلينهم في هذه الشغله قصدك مثل الدلال وغيره لا يعني هذا من نفسهم كل واحد ينادي انا متفاهمين انا وصاحب مالي وانادي له وعلى هذا المحتسب يعني في رايك يستوي سوق بلا منادى سوق بلا منادى فيه لان اشوف هذا كلهم معظم المزارعين زين يجي ويوقف يبيع حلاله ما في مانع
باغي يعطي الدلال، يعني الدلال ينادي له. هذا ايش مربح الدلال؟ ايش يحصل من فايده الدلال؟ كان حاله من 6% ريالين حل البلدي، حل الكاتب اللي مستقر من البلديه. هذا الدلال بيعطي منهم 2% للكاتب، الكاتب والاربعه حاله، والاربعه حد دلال اربعه حاله من 1040 ريال، يعني من 1040 ريال. وكلها تستوي مثل ما تقول نقد ولا يستوي بضاعه؟ يعني أنت جاك مثلا جاتك خضار وفواكه وكذا وناديت عليهم، يستوي تكون فائدتك جزء من هذيك الثمار بدل ما تكون جزء من الدلالة؟ لا، هذا ما اتفقوا على الأشياء. يعني كما البيدار، فهمنه البيدار كان له البيدار مثلا 10 عضوق يخلي له عضق، إلا أحلى عضق، له أحلى عضق يقصن 9 والعضق يبقى حاله، يبقى أحلى واحد، يبقى واحد حاله. هذا الدلال لا، الدلال يأخذ دلالته، باع ما استلم فلوسه، هو صاحب الحلال يستلم فلوسه من جيب دلال. عاد هذا مثلا بيبيعه هنا وغيره يدفعه فيما بعد، يدفع عن البداية الفلوس الدلال من جيبه. هذا المكان متوسط مبين في السوق؟ نعم لا، هذا السوق ترى معروف بين الأسواق الاثنين، سوق السنصرة وسوق اللي يسميه الغربي. هي الغربية. وتو هذا كان مسمى الشرقي، السوق الشرقي. نعم زين، فهو هذا السوق الشرقي يضم يعني جميع المنتوجات اللي كانت من قبل. هي. عندك الصارف، عندك العوال، عندك الدوك، عندك الشباص، عندك اللوبيا، عندك يعني جميع المنتوجات المحليه تكون هناك. نعم. يمكن تشوف في الارض زين، وينادي الدلال، بعد ما ينادي شيء ميزان بالخوص زين، يوزنوه كم من يعني هذا هذا في ذا المكان كان؟ لا، داخل السوق. داخل السوق. هذا المكان ايش كان فيه؟ هذا المكان كان فيه هنا يبيع الخضار. نعم زين، يعني مثل البصل، مثل الثوم، يعني مثل هذا المنتوجات المحليه هنا يبيعوا. نعم. حد ينادي وحد يبيع مثل ما شفت هنا داخل تو. ايه. في ناس مترزقين يشتروا من الدلال ويقصوا على رقم ثاني يبيعوا. يعني الكبره اللي تو شفناها خارج كانت في هذا المكان. هذا المكان. نعم. زين، في جهه ثانيه في كان السماكين، يعني يبيع السمك. نعم. الدلال ينادي في جانب، وبعدين القصاصيب عاد يبيعوا يعني يبيعوا بالكيلو. نعم. يسميه بالكياس، الكياس العماني. كياس. ايوه. الكياس عن كيلو؟ ست كيس الى ست الكياس لا اقل. الكياس ست كيسات عماني. هي. عن كيلو. زين. عن كيلو تو. اه. كيلو مال هذا. والمن 4 كيلو. المن 4 كيلو. نعم. فهمت؟ ايه. فكان يعني هذا القصاصيب موجودين في كل اربع جهات. نعم. واللحوم، بيع اللحوم داخل. نعم. ندخل داخل شوية؟ تفضل. ما شاء الله هذا باقي تقريبا على حال السوق. هنا كانوا بيبيع القاشع يبيع هنا لوبة بالميزان، بيجيب الدلال بينادي بالقونية ويجيبه بالقونية ويصبه وينادي ويوزن بقفن. نعم. بعد ما يوزن عادي، إذا كان حد يشله خارج البلاد يشله خارج البلاد، حد يبيع في البلاد. نعم. الميزان القديم هذا القديم الكبير بالخوص هي. هي. نعم. هنا بداية السوق الشرقي. هذا بداية السوق الشرقي. كان يسمى سوق السنصرة هذا. سوق السنصرة. هي. يسمى سوق السنصرة. هذا الأبواب نفسها القديمة. هذا الأبواب نفسها القديمة ما تغيرت. نعم. لا زال فيها كتابات. لا زال لا مكانها. نعم. إلا هذاك تغير. نعم. هنا تقول لي نوبة كانت تتم المنادى في هذا المكان؟ المنادى في هذا الجانب داخل. هنا موقع التجار. نعم. هنا المنادى هذا الجانب. وهي نفس تقسيمة الدكاكين اللي تو؟ لا، لأن اختلفنا عاد، تو شيء من استوى عاد يعني توزع.
صفدوهم انتم؟ صفدوهم رتبوهم. لكن نفس التفصيله. نفس التفصيله. نفس التفصيله ما شيء ما تغير فيه الحاجه. نعم. وهذه موجوده طوفي. طوي حال السوق هذه؟ حال السوق. كانوا يستفيدوا منها؟ كانوا يستفيدوا منها وكان يعني لهبط السوق. موظفين البلديه يعني الصباح يجي بيجيبوا تبولهم ويغسل السوق. السوق السنصرة والسوق الغربي يجيبوا طبولهم. ايش من طبول؟ طبول يعني هذا مال التنك. ما طبول مسموح؟ لا مال التنك. ما مرز فيه؟ لا مال التنك هذا. زين. زي مال السمن يبوتوا يسمن يستعملوا حال ما يجيبوا فيه السمن وهذا يعني. ايه. عرفت كيف؟ يفتحوا حد يسوي له مسموح حطبه وسطه. ايه. ويشيلوه في كتوفهم ويغسلوا السوق هذا وهذا السوق قبل من يدخل الناس. من هذه الطويل؟ من هذا الطويل يجيبوه بالحبل هذاك. حد كان يبيع ماي حال الشرب هنا؟ حال الشرب كما سوق مطرح؟ ماشي. نعم. ولا قهوة؟ نعم. بعدهم ما شاء الله بعض الشياب متمسكين بالمكان. لا زال موجودين. ايه. لأنه مبين السوق ال يعني نفسه هو. نعم. نعم. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. خيرين؟ عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. كيف الحال؟ كريم. يا أخي سهلا. الله يسلمكم. بعد الميزان القديم عندكم؟ الحمد لله. ما بغيتوا تجيبوا الميزان الإلكتروني؟ كنا القديم. القديم البريزم. ولا جديد الصوف. ولا جديد الصوف. أيوة. زين. أحسن. الله يفتح عليك. إن شاء الله. هذا السوق. هذا السوق. نعم. هنا كان منادى الحبوب. هنا ينادى على الحبوب. هنا الحبوب والذرة والقلقلان والسنوت واللوبيا. نعم. زين وال ايش اسمه هذا الشباص والربيان والدوك. وهنا ينادى على السمع. نعم. يسوي له حلقة. نعم. زين. في حد من الشياب تجار جالسين في مكان واحد يعني كل متوزعين يشتروا ويجمعوا فيما بعد انت محتاج تشتري من عنده ويزور. نعم. يعني ما شاء الله ما والحلاويين نبي يجيبوا معونهم ويترسوا يعني يشتري منها سمن محلي. نعم. يترسوا يعني المعون عندهم ويشيلوا البيت. نبي ينادى عليها الحلوى؟ الحلوى لا. يشتروا الحلوى حل يعني السمن حل حلوى. السمن حل حلوى. ينادى على السمن. ينادى على السمن. أقول لك هذا موقع مال السمن. نعم. زين وينادي يسوي الحلقة. نعم. ينادوا عليه زين وعلى الشياب اللي يبيعوا متوزعين يشتروا ويجمعون. نعم. فيما بعد تجي انت محتاج يبيعوك يجي انا يبيعون يجي غير يبيعون. نعم. هم جالسين طول الوقت لين يقفل السوق. نعم. لان السوق يعني يقفل هذا. متى يفتح ومتى يقفل؟ يفتح الساعه 8 في هذا الوقت. ايه. ويقفل المغرب. هذا من سنين بونك ذاك. هي بونك ذاك. نعم. وهنا هذا الجانب كان ينادى على التمور. نعم. التمور ينادى عليه هنا. نعم. بالقرب يعني. ما شاء الله ما في شيء ما ينادى عليه هنا. كل حاجة يعني هذا كان ضم يعني أشياء كثيرة يعني. نعم. العوال وغير العوال والصارف موجود هنا. نعم. يبقى ينادى عليه هنا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين. الحمد لله. يا أخي حياك الله. كنا هنا نهاية السوق. هذا نهاية هنا. هذه أشياء يعني كانت تقول هذا عاد كمان يعني عاد غريبة. ما كانت متواجدة إلا إذا كان. هذا متواجد. هذا متواجد اللوز. وهذا متواجد. لا هذا ما كان متواجد. اللوز ما كان. هذا الجبن. كان هذا متواجد. واللوم اليابس. واللوم اليابس متواجد. لكن هذا الأشياء كانت تقول كانت يعني غريبة عاد. كنا ختمناك السوق. ختمنا السوق. ها زين. شاب عبد الله. شاب ناصر. شاب ناصر. نعم تفضل. بن عبد الله. نعم. بن محمد. محمد. خروصي. نعم. بن عمر. نعم. مشكور. حياك الله. جزاك الله خير. مشكورين تو جزاكم الله خير. كيف مشكورين على اللقاء. وفيت. وجزاكم الله خير. مشكورين على اللقاء. واحنا في الحلقة اليوم. واللقاء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. في الحلقة احنا يعني تعرفنا اكثر على المناداة. يا اهلا وسهلا. والمناداة شيء قديم. شرفنا. ويكاد ماشي سوق في عمان الا وكان فيها مناداة. كذاك. نعم.
احسنت احسنت مشكورين كفيت الشرق مشكور وتصل بالسلامه والعافيه الله يسلمك وعاد عذروني الله يسلمك معذور حياكم الله احسنت يا حياكم الله نلتقي ان شاء الله ان شاء الله احسنت